Ricordando la bandita di Maria. Hai avuto un panici. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، متابعينا الغوالي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ مشتاقين لكم هواي هواي. طبعا رجعنا وياكم بترتيبات، ترتيبات جدد، وإن شاء الله راح يتم صعود الحمام. هذا إن شاء الله المحطاط الأول تم الصبغ مالته معني، وهذا المحطاط مع الإنارة، هذا المحطاط عيني، هذا بريج رقم واحد معني. يعني أريد من عندكم شو نضيف لهذا. أنا قلت أضيف الفرخات الجدد، الفرخات الجدد اللي راح يصعدها هسه حاليا، اللي ما صعدات السطح هنا. هنا راح نصعد هذا البرج الثاني، هنا راح نصعد الفرخات اللي طارن علينا، وتقريبا مطيار 5 مرات أو 6 مرات، وبعتن أمهات الريشة الأولى والريشة الثانية. هذا البرج الثاني. البرج الثالث إن شاء الله راح نصعد المخاليف. المخاليف والله أنا النية مالتي، يعني نيتي بالمخاليف أرد أزققهن، بما أنه طني مطيار حلو فقلت أزققهن. فهذا البريج خل أشوف، يمكن منكم تعليق حلو نقدر نرتب النبي وضعية. زيدني معلومة، زيدني تعليق حلو من يمك شو نضيف لهذا. هنا راح تصعد بعض الأميات الباكستانية، ها عني راح نصعد من الأمهات الباكستانيات، راح نصعد هنا هم يبزرن وهم للتصوير. هذا البرج كامل مالتين، ها عني. أما هذا الرابع قلنا عليه، وهذا الخامس. هذا الخامس بعدنا ما اشتغلته، يعني ناوي أرد أصعد العراقيات. شوفوا حتى لا ترايش ولا شيء مصلخ، يعني كل تصعد العراقيات شوي نتونس عليهن. تم صبغ المحطاطات، هاي المحطاط كلها مصبوغة إن شاء الله، بالإضافة نارتنا ومحطاطنا هذا الفوق وذاك المحطاط. الألوان جدا مميزة عن باقي المنطقة. أنتم تعرفون أنا قاعد بمنطقة شعبية يا شباب، منطقتي شعبية، وإذا المتابعين يتذكرون المسرح اللي كان هنا، والمسرح النصبته اللي هنا، المسرح الكبير، يعني شوية شفت البعض من الجيران شوية يعني قالوا هاشم هذا خاف مسلط على بيتنا أو شيء، وصدقون أنا ما أريد أذي الجار. ففلشت المسرح هذا إذا تذكرون، العرض مالته 3.5 متر، والنزال 2.5 متر، والارتفاع 1.20 متر. والله هو فادنا بالفرخات الله شاهد، بس أنا ما أريد أذي الجار، إحنا ناس مو مطيرشية ولا همج، فنحترم الجار والجار مثل الأخو. ولذلك تم تفليشة إن شاء الله، وما أريد نسبب إزعاج للجيران. احنا انا تعرفون اغلب المتابعين يعرفون، يعني الله شاهد صفارة ما اعرف اصفر، ولذلك تم تفليش المسرح ونصبنا بمكان هذا بريج، والفضل من الله. ما اريد هذه الجار، هو كله عبارة عن ريش، نريد نونس ارواحنا، وما عدنا مطيار 24 ساعة وصفافيرنا واحنا وهاي، ما عدنا، بالعكس انا بعيدا عن هاي الشغلات. فهذا محطاط جدا بسيط هنا، وأنا مسيطر على الوضعية، كلها مسيطر على الوضعية. فتحية حب واحترام لكم، يعني الأجواء جدا راقية هسا، أريد تعليقاتكم الحلوة، يعني واللي ما مشترك بالقناة خلي يشترك بالقناة، شرف إلي أن ينضاف وياي بالقناة. فيا شباب هذا الأول قلنا عليه نصعد به الفرخات، الثاني نصعد به الفرخات اللي طارن شوية، وعدنا هذا
مشروعة للمخالي، بس المخالي فردة بزرهن. ها عيني، فخلنا نشوف منا لما ينزل إن شاء الله المنشور ونشوف شني ردكم لهذا البرج. أما هذا البرج قلت لكم أنا واحد من المتابعين طبعا مع احتراماتي إلي يقول له هاشم ليش ما تذبح حمر، الحمر بيصيد، فشجعني أن ذبح حمر. وأنا بعيدا عن هذا الحمام يعني الأحمر والأبيض وذن الألوان، فبعيدا عنهن ولا هو كل حمام ويونس، بس احنا عدنا مبدأ التار شوية عزيز ويانا وقديم وصاحب فضل علينا، ولذلك احنا لازم نعتني بالتار بكل الاعتناء. اما باقي الحمام نطي بحث ثاني، يمكن نجيب الاحمر عادي ما بي كل مشكلة. الله شاهد انا هواية اكو حمر صيد عليه، وانا قلت لكم انا بمنطقة شعبية يا شباب، انا بمنطقة شعبية تفضل داير ما داير كلها بيوت وكلها طير، كلها طير حمر. يعني الوحيد انا تقريبا بين 10 يطيرون تور او 5، الوحيد انا اطير تور هنا بهاي المنطقة. فيا شباب زيدونا هم معلومة، قلوا لهاشم اذب حمور بعيني، اذب لكم حمور وما يكون خاطركم الا طيب. ان شاء الله راح ابدأ بسلسلة جديدة، يعني نقدر نقول اول يوم نطي مطيار للفرخة الزغيرة، وثاني يوم نطيها راحة نطير الفرخة اللي شوي اكبر، نطيها راحة نطير هذا البرج، نطي راحة نطير هذا البرج، والى يلحق السرة ونشوف شنو الوضعية. فتحياتي لكم وكل من يشاهد هذا الفيديو، اتمنى يشارك المقطع، اتمنى يشارك المقطع وتعليق الحلو. طبعا كادر الصبابيغ مصطفى وحنوش، كادر الصباغين ابطال ساعدوني بالصبوغ وما قصروا وياي من البارحة لليوم. ها عيني، فكل الحب لهم، ان شاء الله كل واحد نطي فرخة. لو نطي بيضة يروح يسلقها. فتحياتي لكم يا شباب، وزيدوني معلومة، قد يكون أنا يعني خاطئ في بعض الشغلات من الابراج او شيء، زيدني معلومة، هذا شرف لي من اتعلم من غيري، ما بيها شيء. اليوم اللي يتعلم من غيره ترى مو عيب يا شباب، مو عيب. انا هم اسأل، انا رجل اسأل، أطوب عند أصدقاء ببلجيكا، عند أصدقاء بباكستان، عند أصدقاء بالدول الخليج، من السعودية، من الكويت، من كذا، يعني شو اسمه دول. فالأسئل ما بيها عيب. اليوم العيب من أوقع بمطب قوي، اليوم العيب من أوقع بمطب قوي ويعني وأخسر خسارة كبيرة. فيا شباب اللي يزيدني معلومة عادي شرف لي أن أستقبلها من عنده وأخذها رأس مال وأنفذها وما يكون مخاطرة إلا طيب. فتحياتي لكم، وإن شاء الله معلوماتكم ناخذها ونشوف المعلومات تفيدنا نقدر نستقبلها برحابة الصدور وما يكون خاطرة إلا طيب. هاي صورت لكم بما الواضح، خلينا ننزل لكم شوي لجوة نشوف الحمامات اللي عندنا. طبعا البعض من العراقيات ما يقارب بالأربعين طيرة، 40 طيرة اجان ولد وبعت الهياء وشايف ألف خير. تحياتي إله سلام الزرفي من النجف، أخذ الهنادي وأخذ الفرخات مات الهنادي، فجو جماعة تقريبا من الناصرية ومن السماء وأخذوا بعض من العراقيات، تحياتي إلهم واتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. فهم من أحد متابعيني وشايفين الحلال وشايفين المطيار مالتي ويعرفون حمامي كله زين، فخلنا ناخذ لنا جولة إن شاء الله جوا وراجعين وياكم. طبعا رجعت وياكم، غطيت الحمام الباكستاني. يا شباب هاي الفرخات هسه راح تصعد ان شاء الله لي فوق، والمخاليف تصعد لي فوق، والفرخات اللي بعدين هم راح يصعدن لي فوق، وعند مجموعة ان شاء الله جوا بالطابق الارضي هم راح نباشر ونصعده فوق. وتعرفون هسه الحمام كله جوا بعد زق وبعد العمر، بعد العمر صغار، فنتمنى لهن كل التوفيق. يا شباب ظن عدة 3 غرابيات، اذن طيروا فحل اللي ريته، اذن طيروا فحل غرابيات عراقه هذا بس من الرسوس الحلوه والطياره، واذن طيروا فحل وبعد زوج.
بعد زوج وين شين وين شين إذن هذا شوفها هاي أم الكسرة القوية مع عيني وفحلها موجود نفس الحجل هم كلهم خوات كآذية يعني. العفو هاي الطيرة وهذا فحلها إذن اللي ريت الموجودات وهذا الحمام الباكستاني قدامكم إن شاء الله هم راح يتم الصعود مالته والتوفيق للجميع تحياتي لكم نروح شوي نزور العراقيات طبعا صحيح ما قاعد أنظف لأن مشغول تدرون بي فوق وهنا كان حمام كلش هواية وهذا أحلى رماني ذن الفرخات وذن اللي بقن من العراقيات العنابور وقسم من الباكستانيات وهذا المخلوع البطل وهاي العنابر الورود وهذا النغال هذا من النغال يا شباب ذن يتجوهم بيهن فرخات وبيهن ذن إن شاء الله هم العنابر راح أعرفهن للبيع وعد الرسوس القديمة تحياتي للأخ محمد الراوي اذني زوج من طيوره موجودات عندي هم اللي ريتهن هم راح اعرضهن للبيع ان شاء الله اذني النيالي والحباري هم للبيع فاللي ريتهن هم اهلا وسهلا